أنا من بدأ نجما غنائيا سطع نجمه بسرعة فائقة وانطلق كالصاروخ. أنا من تنقل بين المنصات والمجالات وفي كل مرة أظهر كما يجب. تحبيني؟ واحدة بس أرجوك. وان أولي. الله الله. وأنا اسم تعرفه مختلف الأعمار والاهتمامات، إعلامي عمل بجد وكافح بكد وإن اتهمت بكثرة الظهور. صح. وأنا منتج دلف إلى كواليس العمل الإعلامي بقوة، وإن شاء الله أروح وأرفع راسكم وراس ديرتي، ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي بقوة أخرى. هلو هلو. أنا من حفر في الصخر وجاء اليوم الذي أجني فيه نتاجي. في نظرة عيونك أمل، في نظرتي أمل، يا سيدك في الحال. أنا من ترك الخيبات خلفه ومن صعد سلم النجاح. في كل خطوة ترتقي بي أرسم الابتسامة وأتخذ من المحيط هالة من تألق وأهجر الإحباط. أنا من اتخذ من الفرص منصات انطلاق. أنا هشام الهويش.